السلام عليكم، معكم سناء مدربة السيراميك من الاتحاد اللوتري. اليوم رح نتعرف كيف انه نرسم ونطبع على القطع الفخارية البنية اللي هي الرسومات النبطية. احنا مثل ما بتعرفوا هاي الرسمة رسمة من الرسومات النبطية، استخدمناها نفسها ككربونة، طمسناها من الخلف مثل ما بتعرفوا على برصاص. هسه راح نثبتها على المك بهذا الشكل بحيث ما تتحرك معنا، ونعلمها حتى تنطبع عندنا مثل ما بدنا. راح نعلم على الخطوط اللي بدنا اياها كلياتها. نشد شوي بقلم الرصاص حتى تتعلم معنا الصورة على المظبوط. ونحاول ما نترك أي خطوط داخلية أو خارجية اللي بتظهر جمالية الصورة. وبهيك أصبحت معنا طلعت معنا بهذا الشكل. هسه علينا إنه نحدد الإطار الخارجي بأسود ومن الداخل من لونه بألوان أكسيد الحديد. هذا اللون اللي هو أكسيد الحديد راح نلون الرسمة من الداخل، وبعديها راح نبلش نحدد الإطار الخارجي بفرشاي أصغر من هاي. حتى لو كان معنا من الرصاص تعجقت القطعة معنا من القفة تبع الرسمة، الرصاص اللي عملناه على الرسمة من القفة اللي هي اللي استخدمناها ككربونة، ممكن بروح أو بنمسحه بمحاية أو إذا ظل بروح بالنار، ما في أي مشكلة. لكن المشكلة الأساسية إذا ظلت الألوان على القطعة من الخارج. وبهاي الطريقة هيك أصبحت معنا هاي الغزال جاهز اللي هو لوناه بلون أكسيد الحديد. لسه فاضل علينا إنه نلون الشغلات هاي بلون ثاني ونحدد الإطار. الحمد لله رب العالمين. هاد اللون بلون الأسود. كمان بدنا ناخد بالنا انه ايدنا ما تيجي على الرسمة بعد ما لوناها حتى ما تتعجق. دائما نشتغل بهدوء.
أصبحت معنا بهذا الشكل. ضايل علينا أنه نحدد الإطار الخارجي. هسا الإطار الخارجي التحديد طبعا كل ما نخلص من لون منغسل الفرشاية ومنشيلها حتى ما يختلط معنا اللون. هسا بدنا نحدد الإطار الخارجي بهاي الفرشاية أصغر مقاس من اللي لوننا فيه التلوين العادي. نحاول انه ايدنا تكون ثابتة ما تاخذ وتعطي معنا كثير. لو اضطرينا مثلا اخطأنا وطلعت الايد عن الخط وهيك شغلات بالمشرط او بالمحاي بنقدر انه نظبط الخطوط. وبهيك أصبح معنا بهذا الشكل. هاي رسمتنا هيك صارت جاهزة، بس علينا إنه نغطسها بالمادة الجليز ونحطها بالفرن، تطلع رسمة ما أحلاها. اللي هاي هي الرسوم النبطية. يعطيكم العافية.